ليكون هذا المجلس، وسيبدأ حوار موسع مع كل قادة الرأي وكل أصحاب الفكر ومنظمات المجتمع المدني حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية. ألهمت مبادرة رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات الأوساط السياسية لإطلاق حوار وطني شامل مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي، تحتضنه قبة البرلمان، عقب لقائه مع جلالة الملك الذي وجه بضرورة مراجعة التشريعات وخلق بيئة تشاركية للحياة السياسية في الأردن. الدولة محتاجة إلى حالة توافق داخلي، إلى حالة توافق وطني. اليوم حجم الضغط وحجم المعارضة وحجم الأصوات الغاضبة تحتاج إلى أن نحدث توافقا وطنيا، بحيث أن نبعد عن بلدنا أي لا سمح الله أي أدوات تريد أن تفسد أجواء البلد وأن تخرب أجواء البلد. يجب أن يكون هناك توافق داخلي وإلى اجتماع الكلمة وإلى توحيد الصف، وهذا يحتاج إلى أن يكون هذا الحوار شكلا ومضمونا مختلف عن أي حوارات سابقة، حتى يكون له أثر وثمرة في تغيير أواقع البلاد. لقاءات عدة عقدتها وزارة التنمية السياسية مع غالبية الأحزاب المرخصة والبالغ عددها 49 حزبا للتعرف على وجهات نظرها وتلقي اقتراحاتها لقانوني الأحزاب والانتخابات، والتي من شأنها تطوير الحياة السياسية ومناقشة القوانين الناظمة والقوائم الوطنية التي تتطلب حزبية برامجية. ما بهمنا في هذا الموضوع شغلتين، الأولى لها علاقة بوجود الأحزاب في قانون الانتخاب، أي بمعنى أن يكون للأحزاب دائرة أو منحة أو مكانة في قانون الانتخاب القادم. رقم اثنين أنه تدعم الأحزاب وتمكن ماديا ولوجستيا حتى أنها تقدم وتفرز مرشحيها. أريد أن أؤكد في هذا الصدد نقطة مهمة، أن الأحزاب كانت هي أكثر ناس شاركت في الانتخابات النيابية الماضية. تأكيد هذه الحوارات نأمل أن يتم تناولها كحزمة واحدة، يعني نبدأ بقانون الانتخاب ثم قانون الأحزاب ثم الإدارة المحلية. قانون الانتخاب نأمل أنه هو الأهم، قد يكون النظام الانتخابي في قانون الانتخاب بما يجري عليه من تطوير وفق المحددات والثوابت الوطنية كالثابت الجغرافي، بعض الكوتات وغير ذلك. نحو تجويد التشريعات وضمان مشاركة شعبية أوسع بصناعة القرار، حرصت الحكومة على لقاء ممثلي الشعب في مجلس النواب لبحث أهمية تلك الحوارات الواسعة المتعلقة بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة. إذن هي مبادرة نيابية بتوجيه ملكي للارتقاء بالمشاركة السياسية وتحريك للمياه الراكدة من خلال إطلاق حوار وطني لبحث سبل تطوير بعض القوانين بشراكة رئيسية من الأحزاب السياسية على طاولة مستديرة لضم ألوان الطيف السياسي المختلفة وصولاً لمخرجات منتجة تحظى بتوافق الجميع. حمزة نهار، المملكة، عمان.